دي الدايمنشنز اللي عايزين نرسم بيها ان انا اطلع من راديوس 100 لراديوس 150 في 180 درجه بايكويشن ايه؟ هارمونيك. تمام؟ وبعدين انتظر 30 درجه فوق وبعدين انزل للراديوس ال 100 تاني في 90 درجه وبعدين انتظر 90 60 درجه ايه؟ تحت. واجمالي دول 360 درجه. دي كده الايكويشنز اللي عايزين نعملها. ايه؟ اهو تمام؟ نشوف بقى الفول فولت هيجنريشن الكاما دي اوتوماتيك. ده الفيديو اللي في الكورس اللي احنا عايزين نعمله النهارده. بصوا الريزلت اللي طلع ايه؟ اولا عملت تشيك لنوعين من الفولت ماشي، واحد رولر والتاني فلات. طلعت جراف او كيرفات على نفس الفولت او نفس الجراف، وازاي نطلع فولت تاني مختلف. هنا مطلع الديسبليسمنت، الديسبليسمنت بتاع الفولور الاولاني والديسبليسمنت بتاع الفولور الثاني، ودي الفيلوسيتي تمام، وده الباور بتاع الموتور اللي هيلف في الكامل ماشي. ف ده كده المساله ازاي اللي عايزين نعملها دلوقتي ان شاء الله. شايفين مطلعه ريزلت ازاي وبتلف تمام. لا اكسلريشن، او ممكن نتاكد يعني نشوف دلوقتي دي بسرعه. هنا دي بسرعه نص الحقيقه اللي انا عاملها، واللي قبلها كانت بسرعه كامله. طيب هنفتح بقى سوليد ووركس، ومن تولز تول بوكس، وبعد كده كام الافضل تركزوا معايا وبعد كده تبقوا تشتغلوا بعدين. طيب دي الويندو بتاعت التول بوكس اللي بتطلع فيها ثلاثة تابس، سيت اب وموشن وكرييشن. في السيت اب هقول له بقى متريك ولا بالانش، والكاما نفسها سيركولر ولا لينير، لان هو بيقدر يعمل لينير كام وسيركولر كام. نعم تطبيقاتها ايه؟ بصوا دي انواع جرافس وايكويشنز مختلفه، اوريك شويه تطبيقات للميكانيزمات بتاعت الكامات. انت اللي سالت. عارفين دي اسمها ايه؟ جنيفا ميكانيزم. دي بتحول الحركه الكونتينوس الروتيشنال موشن كونتينوس لحركه ديسكريت، يعني هنا الكونتينوس وهنا دي بقى حركه متقطعه، بتلف وتقف تلف وتقف. بتستخدم في اجهزه العرض بتاعت السينما زمان. نعم بصوا تطبيقات الكامات هلاقي لك حاجة لينير إن شاء الله. إيه؟ لما الجزء ده لما بيتحرك يمين وشمال فالدراع ده بيلف يطلع فوق وتحت فبيتحرك من هنا لهنا، او العكس، او انت تحرك ده فده يتحرك يمين وشمال. استخدم في ايه بقى؟ في اللي بيحرك حاجة في الجير بوكس، يعني بيغير السرعات. دي كام شبه اللي انا وريتها لكم في الفيديو، كاما باتنين فولور تمام، بتاعت الجزء اللي هو فيه جرايد مسننه اللي كان بيتحرك الاصفر ده، فده تطبيق زيه اهو. خلينا نرجع لموضوعنا. طيب سيركلر ولينير، هنا بقى الفولور تايب ترانسليتنج ولا اوفست،
اوف سيت ان هو تبوست تلاقي الفولور مش راديال على الايه، مش بيمر بالسنتر يعني، رايت ولا ليفت. تمام، ترانسليتنج يعني بيمر بالايه، بالسنتر. طيب الفولور ديامتر، قطر الفولور 50 مللي، انا هحطها 50 مللي. الستارتنج راديوس اللي انا وريتها لكم من شويه في الصوره كام؟ الستارتنج راديوس 100، هي اعلى راديوس كام؟ 150. تمام، طيب ستارتنج راديوس هنا بنكتبه، يبقى كل ده في التاب بتاعت الايه، السيت اب. الكام هتلف كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ فدي الجزء الاولاني، وبعد كده ستارتنج انجل زيرو. تمام، وبعدين اروح على موشن، اضيف كل المراحل بتاعت الكام هتطلع في زاويه كام بايكويشن شكلها ايه. فانا اقول له اد، احنا عايزينها تطلع كام درجه؟ 180 درجه. الايكويشن هارمونيك تطلع الارتفاع كام؟ 150. زي اللي في الفرن اهي، هارمونيك 150 الاندنج راديوس في 180 درجه. تمام، طيب هنا بختار الايكويشنز، فانا اقول له هارمونيك هتطلع الراديوس 150 والزاويه بتاعتها كام؟ 180 درجه. فاضل كام من ال 360؟ 180. بتبقى الزاويه المكتوبه تحت ديت هي الزاويه اللي فاضله من ال 360، او دي الزاويه اللي احنا عملناها لغايه دلوقتي، دي ال 180. يعني لما نعمل 30 كمان يبقى 210، نفضل نكملها لغايه ما تبقى 360. لازم تبقى هنا 360 وتبقى مكتوب جنبها ايه، كلوز. تمام، طيب هنطلع 30 درجه، او هنفضل 30 درجه ثابتين، دول 30 درجه، مش بنحتاج اندنج راديوس لان هو بيفضل على اخر راديوس كنا عليه. وبعدين 90 درجه هننزل ونختار نوع الموشن كونستانت اكسلريشن، وبعدين نسبه 60 درجه. طيب يبقى هقول له اد، دول 30 درجه، بقينا 210، وبقى عندي اثنين موشنز. اعد كمان واحده، هنزل اختار اي ايكويشن احنا عايزينها ايه، كونستانت اكسلريشن، هينزل 100 و90 درجه. وبعد كده اخر حاجه دول 60 درجه، كده 360 درجه، كده انا عملت الكام. وبعدين اروح على التاب الأخيرة creation، أقول له البلانك، القطر الخارجي اللي أنا هعمل منه الكامة دي قطرها قد إيه، لأن أنا ممكن الكامة دي أكون هفتحها داخليا، فالبلانك ممكن أنا دلوقتي عندي أكبر radius كام؟ 150. ممكن أعمل له البلانك 400 ماشي بدل 300. فأنا هنا عشان هخلي الكامة السطح بتاع الخارجي كده مش داخليه، فهقول له ان البلانك ديامتر 300 وسمكها 50. طيب هنا بقى ده النير هوب ديامتر اللي هو القطر ده، القطر بتاع الهوب مش القطر بتاع الهول ماشي. فالقطر بتاع الهوب ده انا شفت هعمله 50، الهوب دي هعملها 80. تمام، فادي 80 للهب وسمكها بارزه عن الكامه 20 مللي. تمام، والهب الناحيه الثانيه برضو قطرها 80 وبارزه 20 مللي، هتبقى بارزه من ناحيه 20 مللي اللي هي شايف الصوره دي كده. شايف الحته البارزه كده 20 مللي، قطر ده 80. فالقطر اللي بيسالني عليه دلوقتي هو قطر الهاب الخارجي. تمام، طيب البلانك فيلت راديوس وشامفر اللي هو الفيلت بين الهاب والكام، هيعمل فيلت.
فالفيلت ده برديوس كام؟ 2 مللي. والشامفر اللي هو بتاعت الهب نفسها من بره هيعملها كام؟ فاكتب له هنا مثلا 2 مللي. طيب هنا القطر بتاع الهول اللي جوه الهب اللي هيمر بيها العمود بتاع الكام، تمام؟ 50 مللي. الكامة بقى ممكن تبقى بلايند زي كده، يعني التفتيح اللي انا هفتحه ده ما يكونش في سمك البلانكا بالكامل، لا ده انا مثلا لو انا عندي الصاج اللي انا بعمل فيه الكامة مثلا 60 وانا هفتح 30 ويفضل 30 كاملين مثلا، لكن انا هعملها ايه؟ ثرو بدل بلايند، هقطع في السمك بالكامل. طيب الريزوليوشن التايب والفاليو، عندي نوعين، الانجولار انكريمنت يعني احنا هنوزع واحنا بنرسم كده، كل نقطة من دول تمام هتكون على زاوية معينة. الانكريمنت بقى قد ايه؟ كام درجه؟ كل كام درجه اعمل لاين واحط النقطه بناء على الايكويشن. كل ما اقلل ايه؟ زي الماشي. ماشي. كل ما اقلل الانكريمنت ده هيبقى عندي نقط كتير قوي، الدقه بتاعه البروفايل هتبقى اعلى، بس هيبقى عندي عدد اسطح كبير، هيبقى الدنيا معقده شويه، سواء كان في بعد كده في الموشن او في الكرييشن دلوقتي وكده، تمام؟ طيب يبقى لا اما اقول له انجولر واحدد ال 360 درجه تبقى كل انكريمنت كام، لو انا قلت له 10 درجات يبقى هيعمل لي كام نقطه على البروفايل من بره؟ 36. 360 على 10 يبقى 36 نقطه، تمام؟ طيب لو انا قلت له الكوردل ده هحدد له طول الايه؟ طول الانكريمنت، ماشي؟ فانا اقول له انجولر واخليه 10 درجات، التراك سيرفيس انر ولا اوتر، فهو اوتر انر تمام، و الاركس بقى او اللاينز اللي هو يعملها بتاع كل جزء في الكامه، يعملها خط ولا ارك؟ ماشي، يعملها خط ولا ايه؟ ولا ارك؟ فانا هقول له ارك، اعلم على ارك، وبعدين هقول له كرييت، لما ادوس كليك على كرييت هو هيجنريت الكام. طيب هو كاريت الكامة دي دلوقتي اهي، الشرايح دي اللي هي اللي هي 36، او لو انا عاملها خمس درجات هتبقى 72 وهكذا. لو رحنا هنا كده دي كده عدد الايه الاجزاء اللي هو عملها، عشان دي دول حته 30 درجه فهو عملها قوس واحد، لان هو كانت هتبقى شويه اقواس جنب بعض كلهم بنفس الريديوس ونفس المركز، فعملها قوس واحد. وما تقولش اشمعنى بقى، مش هنقعد نغير من بعض يعني. احنا كان عندنا حته 30 درجه وحته كام؟ 60. دي ال 60 تقريبا ودي ال 30. ده الجزء الجديد اللي عمله. طيب في هو بيعمل ريفوليوت الاول للبلانك وبعد كده بيعمل اكسترود كات للايه؟ للكام. الاركس ديت هو مش عاملها تانجنت لبعض، تمام؟ طيب هل دي تعمل مشكله؟ هتعمل مشكله في السيميوليشن اللي احنا هنعملها بعد شويه، فخليني اوري لكم المشكله وبعد كده طيب هودي ده هعمل لها سيف، وبعدين هعمل نيو اسامبلي
لو حطيتها في الاسامبلي على طول كده هتبقى فيكسد. انا مش عايزها ايه، مش عايزها فيكسد، هي دلوقتي فيكسد، فخليها فلوتنج او فلوت، فكده بقت متاحة بتلف معايا. الفولور ممكن ابقى اوري لكم الدايمنشنز بتاعته، بس ممكن دلوقتي استخدمه من اللي انا عامله على طول. عامل له اتنين كونفيجريشنز، واحد فلات من تحت والتاني رولر. تمام، طيب كمان بالمرة بقى اخد السبورت اللي كنت عامله ده. عايز سبورت عشان دي تلف وده يتحرك، فلازم الاثنين يبقوا فلوتنج، يبقى لازم في الاسامبلي حاجه ثانيه ثابته. فعملت كده حاجه بسيطه تكون هي الفيكسد، يكون فيها التو هولز دول ويكون فيها تو هولز دول. ماشي، فدي بليتا عاديه خالص كده فيها الاربع تووب دول، نعمل لها سيف اس برضو. هرجع للاسامبلي ده احط فيه سبورت والايه والفولو، فانسرت براوز. طيب في برضو حاجة مهمة تاخدوا بالكم منها، البورت الأولاني ده ووضعه إيه في الأسامبلي. يعني أنا دلوقتي لو بصيت على الفرونت هلاقي ده الشكل، هل أنا عايزه كده ولا محتاج إن أنا ألف ده؟ ساعات أحيانا الناس بتعمل الفرونت يبقى هو ده كده. ماشي؟ وبعدين يعملوا مشاكل كتير بقى وهو بيطلع الفيوز في الدروينج وكده يعني. ماشي، فالافضل ان احنا نعمل ميت للجزء بشكل صحيح في الاسامبلي. بدل ما ادخله في اي وضع وبعدين اعمل له فيكس وخلاص على كده. كده انا بثبته مع الايه، مع الثلاثه بلينز الاساسيين. الفولور هيبقى كونسنتريك مع الحته دي، بدوس كنترول عشان اقدر اختار تو فيسز مختلفين. طيب الكاما برضو عشان الف الكاما كده اقربها في بوزيشن تسهل لي الميت، بدوس رايت كليك وحرك الماوس فيروتيت الايه. يعني انا لو دوست على السكرول وحركت بيروتيت الفيو كله مش بيروتيت بارت. تمام، لو ليفت كليك وعلى بارت وحركت بيترانسليت، انما لو انا عايز اروتيت يبقى رايت كليك واعمل دراج. ماشي، فكده بيروتيت. الحاجات دي بتسهل قوي استخدام بتعمل دراج الناحيه التانيه كده. بتروح بقى على روتيت، فين هتلاقي هنا موف كومبوننت، فين بقى اهي. ماشي، وفيها روتيت، تختار الكومبوننت وتقول له بقى ان انت عايز تحركه قد ايه، 180 درجه الناحيه التانيه، بس تقول له الناحيه التانيه، تقول له ابلاي. شوف جه الناحيه التانيه. ماشي، او تقول له بقى حوالين انتيتي معينه او بدلتا معينه وكده يعني. ماشي،
فهنقول له ايه بقى؟ ميت من السطح ده للسطح ده، وبعدين ميت بين السطح ده والسطح ده، فاضل ميت مهم ان احنا نعمل الكام ميت. بس انا عايز الفولور الاول نعملها بقى وخلاص. insert new part، كام القطر ده؟ 15. ماشي. بصوا بقى، الميت الجديد اللي ما وريتهولكمش قبل كده اسمه كام ميت. من هنا من ميكانيكال حاجه اسمها كام ميت، بنختار هنا مجموعه اسطح بتاعه الكامه، اكيد مش سطح واحد، لو سطح واحد هيبقى معمول بسبلاين، تمام؟ فهنا بنختار مجموعه اسطح، بس شرط فيهم ان هم يكونوا تانجنت. فهنا احنا محتاجين نختار سطح الكامة كلها، بس بشرط ان هم يكونوا ايه؟ تانجنت. مش هينفع، يعني مش هينفع، مش راضي يختارهم عشان هم مش كلهم تانجنت لبعض. فعشان كده هنضطر نخش على السكتش ونعدل فيه ونخليهم تانجنت. معلش، بس خلصت كده اقول له اوكي. بدوس رايت كليك هنا كده اقول له سيلكت تانجنسي، اتاكد انه كلهم بيتم اختيارهم، فاذا كلهم كده ايه؟ تانجنت لبعض، تمام؟ كنترول اس، وبعدين اروح على ايه ده؟ هي دي صح. اروح بقى على ميت، كام ميت، اختار السطح. فبص، اختار لي الايه؟ الكامة كلها، وبعدين اختار الفولور. واقول له اوكي. لو انا كنت عملت ده بامر تانجنت، عملت تانجنت من السطح ده للسطح ده او ده او اي سطح منه، كان هيبقى تانجنت مع ده بس. واول ما الكامه تلف ويبقى المفروض الكامه تبقى تانجنت مع سطح تاني، لا، هو هيفضل تانجنت مع الاولاني، لان هو انا عامل ميت تانجنت بين سطح وسطح. انما الكام ميت بيعمل لي تانجنت بين سطح ومجموعه اسطح، بحيث ان لما السطح ده يخلص يخش على اللي بعده وعلى اللي بعده. فده الكام ميت. اتفضل. الله ينور عليك، حلو السؤال ده. طب ونحط السبرينج ولا ما نحطهاش؟ يعني هنبقى مجبرين نحطها ولا
اللود والوزن بتاع الفولور كافي ان هو دايما يبقى ثابت على سطح الكامل، على حسب بقى الانيرشيا بتاع الفولور والاكسلريشن اللي هتمشي عليه، وهل دي هتنطره يبعد عن الكامل ولا لا. فلو انا وانا بعمل السيميوليشن دلوقتي اقدر اتشيك الحته دي واقعد احط سبرينج واغير في الاستيفنس بتاعتها بحيث ان تضمن لي دايما الكونتاكت الدايب ده. ممكن نعمل ده. طيب الميت اللي انا عملته ده هيخلي ان الكامه وهي بتلف دايما الفولور معاها، ومش هيسمح ومش هيتشك الحته اللي انت قلت عليها. يعني لو كانت الاكسلريشن تخلي لي دي تطير وما تنزلش تاني بنفس سرعه الكامه، مش هيحصل. الكام ميت هيجبرها على ان هي تنزل. طب لو عايز